Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku mau ngaji Yasin bersama ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fa hiya ila al-aqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni 'aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'azanahum fa hum la yubashirun wa sawa'un 'alayhim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَشْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ودلهم سلام أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا لهم اثنين فعدهما فجئنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل رحمنا من رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطهرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم سأنركم فلا صرخ له وله ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَنْ يَشَاءُ عن أما إن أنتم إلا بضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين من يدرون إلا سخان واحدة تأخذ وهم يقسمون فلا يستطيعون تصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْشِلُونَ قَالُوا يَا لَيْتَنَا مَنْ بَشَرْنَا بِمَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَ إِلَّا سِحْرًا وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَانْتَظِرِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
mubin. Wa anibudun ya hada siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum kashira. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma taqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala a'yunin fastaqu sirata fa'anna yubashirun. Walau nasya'akum a'indu rakintum bal antum qawmum musrifun. Waja'a minna qasal madinati rajul yas'a. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u ma yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً الرَّحْمَنُ بِدُرِّ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إني دلفت لال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إنا غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا سَاحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَعْدِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Alam yarokam ahlakana qoblam minal kuruni anahum ilahim la yarjun. Wa in kulul lama jami'ul ladayna muhdurun. Wa ayatulamul ardul mayta aynaha. Wa akhrasatna minha habban faminhu yakulun. وجعلنا فيها جنات من أهل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليعملوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الأسلام منه نرى فإذا مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآياتهم وما نعلمش في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه زر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا حق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرناها لهم فمنها رب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتعوذ من دون الله عددا لا ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قلوب إنا لما يشرون وما يعلنون أولم الإنسان أنا خلقناه من فيض فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ هِيَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
الذي جعل لكم من الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Semoga dengan bacaan surah Yasin almarhum keluarga kula sedaya diterima di sisi Allah Taala, diterima amalan ibadah itu kurang di satu sana, mungkin sedaya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin.